صبحكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة يا رب. أسوي معاكم اليوم بإذن الله عصير منعش سرسحة. بنسوي بينا كولادة عوار قلب ما توقع أحد سواه، ذقته مرة في مطعم كان جدا جدا لذيذ كذا، وحاولت أكتشف لكم مكوناته مع الشغلات اللي كانت مكتوبة. المهم إنه كان لونه كذا شوي على بينكي، يعني يميل للبينكي شوي، فراح اسويه معاكم. بستخدم اليوم العصاره الجميله، عصاره اللي تعصر ببطء من هوم إليك في قصر الاماني. خلونا نركبها مع بعض ونشوف مكونات العصير. العصاره طبعا مره بطله مره بطله، فيها مخرجين، مخرج للعصير ومخرج عفوا ومخرج هنا للب. انا اشياء اللي بستخدمها اليوم اللب فيها قليل جدا، ومعاها أيضا وعاءين، وعاء نحطه هنا عشان اللب. اللب ممكن تستخدمينه بعدين حق بشرتك حق وجهك، وعاء آخر راح يكون حق العصير. وهنا في تجي معاها أيضا صفايتين، هذه الصفاية راح أركبها بهذا الشكل. بعد كذا عندنا هذه المخرطة، مجرد كبس يا بنات، أهم شيء إنك تركبين القطع في مكانها. وأخيرا وليس آخرا هذه تركبينها بهذا الشكل وتتقفل، إذا ما تقفلت وهذه يا بنات تركبينها بهذا الشكل وتقفلينها، ضروري تتقفل يعني خلاص إن كل شيء يكون أوكي، إذا ما تقفلت ما راح تشتغل معاكي. الآن تعالوا نشوف مكونات عصيرنا. بعد ما ركبت عصارتي شوفوا بنات تجي معها زي ما قلت لكم صفايتين، الأولى للعصير وهذه للأشياء المجمدة للآيس كريم. اللي ما عندها صفايتين، أنا بعض الإصدارات ما فيها صفاية واحدة، ترى نفس الصفاية تنفع للآيس كريم. تجي معها هذه تدفعين فيها من فوق إذا شيء نشب، وأكيد الفرشة للتنظيف. مرة بطلة هذه العصارة، خاصة اللي يسوون عصاير بكثرة مرة بطلة، يعني مثلا عصير الليمون أو عصير البرتقال عادي تحطينه بقشرة التفاح بالبذر اللي فيه، هو بيفصل لك إياهم، فمرة مريحة. بالنسبة لمكونات عصيري اللي هو عوار قلب كولادا، عصير جدا 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 لذيذ ومنعش. مكوناتها عبارة عن كريمة جوز الهند أو حليب جوز الهند مع شوية حليب، اللي ما يحبون النكهة تكون مرة بارزة أنا أحبها، بس بضيف شوية حليب وموزة واحدة وربع كوب سكر وعلبة فراولة، العلبة الحجم الكبير، وحبة أناناسة واحدة. شريت الأناناس صراحة مقطع وجاهز، أسهل لي وأسرع لي. بالنسبة للحليب والسكر وكريمة جوز الهند والموز راح نضربهم في الخلاط. الموز ما ينفع هنا ترى بنات، تحسين كذا شوي ينهرس، فبضربهم في الخلاط وبضيف لهم باقي المواد بعد ما عصرها بالعصارة. شوفوا حبايبي راح أحط العصاير، لو شيء ما دخل باستخدام هذه ندخله، على كيف ما يدخل. فأبدأ بوضع العصير والفراولة، خلوني أحطه وأرجع زي ما انتم شايفين. خلينا نشوف اللب من الجهة اللي يطلع منها. هذه اللقطة أحبها لما أفتحه ويطيح العصير، ريحته 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 تشهي تشهي تشهي. يلا نكمل باقي الوصفة، خلوني أضرب في الخلاط بقية المكونات ونشوف طريقة التقديم. هنا يا بنات خلطنا في الخلاط الأشياء اللي قلت لكم إياها، الحليب وحليب جوز الهند أو كريمة جوز الهند، أضيف منه هنا على اللي أنا سويته وأخلط وأذوق أشوف يحتاج زيادة ولا لا. شوفوا بس اللون وشوفوا الجمال، ترى ولا أخذ مني دقايق ولا شيء، بذوق وأرجع. اللي ما بتسوي عصيري خسرانة، زدت الباقي طبعا هذا هو كله. اللي ما بتسوي عصيري خسرانة طبعا،
تبون تحطونه في الاناناسه، بس انا قلت لكم شريت الاناناس مقطع. تبون شوفوا حتى لونه مره جميل بالضبط مثل ما ابي. بنزينه بالكريمه، انا حبات الاناناس، حبات الفراوله، الشغلات الموجوده داخله. النعناع، النعناع بنات بس بحطه كذا للوجه. نسيت اشتري المظله ذي اللي يحطونها الشمسيه، نسيت اشتريها، عاد ناويه. شفتوا شو اسمه، لا اله الا الله، هذا اضربيه زي كذا ضربا مبرحا علشان تفتح معاكي الورده حقت الاناناس، عفوا حقت النعناع، عشان لما نحطها يكون شكلها جميل.